واشنطن أعلنت حالة الطوارئ مجددا في الداخل العراقي مرة أخرى، وهذا طبعا الإعلان هو جاء مباشرة بهذا الكتاب الرسمي الذي صدر يوم أمس من البيت الأبيض والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه. وهذا القرار الذي ترونه أمامكم هو أساسا شرع وصدر في فترة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2003 بعد الانتهاء من غزو العراق، الذي تم الآن بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا القرار بالنسبة إليه الآن وصل حده، وصل بأنه سينتهي في حقيقة الأمر وتنتهي صلاحية حالة الطوارئ في العراق إلى 22 مايو. على هذا الأساس الرئيس الأمريكي توجه مباشرة إلى تجديد هذا القرار بالرسالة وبالكتاب الرسمي الذي رأيناه والذي صدر من البيت الأبيض. أرسل نسخة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأرسل أيضا هذه الرسالة أيضا إلى رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبته كامالا هاريس، وكذلك طلب بأن يكون هذا الإشعار أن يسجل في ضمن السجل الفيدرالي الأمريكي بهذا الشكل. وبالتالي هذا القرار هو يعطي ويمنح الصلاحية كاملة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يحمي المصالح الأمريكية بأي تهديد أو في حالة واجه أي تهديد بأي شكل من الأشكال في الداخل العراقي بأكمله. أي بما معنى أن لو الفصائل المسلحة الموالية لإيران قررت مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت السفارة الأمريكية أو إذا كانوا المستشارين الأمريكيين، فإن الرئيس الأمريكي يمتلك الأداة الكاملة والصحيحة من أجل مواجهة هذه التهديدات. ولكن السؤال الأهم، لماذا الرئيس الأمريكي اتخذ مثل هذا القرار في العراق والعراق لا يبدو وكأنه دولة يحتاج إلى قرار لإعلان حالة الطوارئ بهذا الشكل أو تمديد حالة الطوارئ بهذه الطريقة؟ السبب ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشكل في هذا الكتاب الرسمي الذي صدر يوم أمس. قال إن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية هناك لا تزال تشكل تهديدا غير مألوفا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وهذا طبعا القرار الذي ننظر إليه الآن هو حقيقة ليس الوحيد في العراق، بل إن هنالك قرارا آخرا لا زال تحت يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو القرار الذي استخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في غزو العراق وتحصل عليه وصادق عليه الكونغرس في عام 2002. بالإضافة إلى ذلك إنه نفس القرار الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 في مطار بغداد عندما قرر أن يختال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. القرار الذي أتحدث عنه هو قرار الـ AUMF Authorization for Use of Military Force. هذا القرار الذي طبعا هنالك شكلين لهذا القرار، هنالك قرارا من الـ AUMF في عام 1991 في حرب الخليج طبعا، وكذلك في عام 2002 الذي استخدم في غزو العراق كما ذكرنا وفي اختيار الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وأن المجلس النواب الأمريكي طبعا هو قد عمل في الفترة الأخيرة وتحديدا العام الماضي من أجل إنهاء هذه القرارات التي نتحدث عنها وهذه التشريعات بسبب أنها عفى عليها الدهر، أصبحت قديمة، أصبحت المسببات ليست ضرورية الآن، تغير العالم، تغير الوقت. وبالتالي على هذا الأساس في مجلس النواب الأمريكي كان هنالك تصويتا من أجل إلغاء الـ AUMF بشكله في عام 2002 و91، وفعلا تم التصويت بالموافقة التامة لإلغاء هذه القرارات، وذلك التصويت وأن تسجيل التصويت في حينها العام الماضي منتصف العام الماضي جاء بهذا الشكل الذي ترونه. صوت 268 من النواب في مجلس النواب الأمريكي من أجل إلغائه و161 اعترضوا من المعترضين، وأغلب المعترضين هم كانوا من الحزب الجمهوري الأمريكي، كون أنهم يعتقدون بأنه يجب أن يكون هنالك بديلا لهذا القرار وبأن البديل غير متوفر، لذلك اعترضوا على هذا الأمر بكل تأكيد. ولكن بهذا التصويت طبعا انتقل هذا القرار من أجل المصادقة من مجلس الشيوخ الأمريكي على عملية إلغاء هذين القرارين. كان هنالك تصويتا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي أيضا جاءت بالأغلبية ب14 مقابل 8 أصوات بالموافقة على إلغاء هذه القرارات. وبالتالي وصل الـ AUMF إلى آخر مرحلة، ألا وهي مرحلة إلغائه بالتصويت الكامل في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن الحزب الجمهوري وقف تماما أمام هذا الأمر ووقف كعائقا أمام هذه القضية ورفض تماما
عملية التصويت على هذه القضية، وإن كان هو صاحب الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو باب منينديز وهو ديمقراطي قال بأن علينا أن نكون متوافقين في هذه القضية في مسألة الـ AUMF لأنها مسألة مرتبطة بالأمن القومي، وبالتالي الأمور مؤجلة. وهذا يعني أن الـ AUMF على الرغم من أنه قرار وصل إلى مراحله الأخيرة في عملية إنهائه طبعا بالتمام والكمال من العراق أو حتى من استخدامه بأي شكل من الأشكال باستخدام القوة، إلا أنه لا زال نافذا ولا زال بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن ويستطيع من استخدامه. وبالتالي نحن أمام قرار حالة الطوارئ الذي أعلن تمديده طبعا يوم أمس، وأمام قرار الـ AUMF الذي تحدثنا عنه. وبالتالي هنالك سلاحين ممكن أن تستخدم ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق إذا ما فكرت في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. والمثير بهذا الأمر أن الإعلان لم يقتصر على العراق، بل إنه جاء أيضا على سوريا بشكل مباشر، ولكن في سوريا الأمر مختلف. في العراق وفي صيغة القرار في العراق هنالك احترام لاستقلالية العراق، وبالتالي الأمر مختلف. هنا القضية بالنسبة لهذا القرار على سوريا الأمر مرتبط بطبيعة نظام بشار الأسد وبتعاون الإيرانيين معهم وكذلك الروس في عملية الزعزعة الموجودة في الداخل السوري. وعلى هذا الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية معترضة تماما على السياسات التي يتبعها الرئيس السوري بشار الأسد رغم كل التحركات الأخيرة التي قام بها. لا زال الوضع فعلا صعبا بهذه القضية بالنسبة إلى سوريا، ولكن توقيت تجديد هذين القرارين الذي طبعا والتي نتحدث عنها بهذا الشكل هي تأتي في ظل اللحظات الأخيرة للمفاوضات النووية مع وجود هذا الرجل إنريكي مورا. اليوم من المفترض أن يكون هو موجودا في طهران بحسب طبعا ما نشرته نور نيوز وما بدأ يتم تداوله الآن من وجود هذا الرجل. والهدف الأساسي بالنسبة له بحسب الوول ستريت جورنال هو عملية إقناع إيران للعودة إلى الاتفاقية النووية والاستغناء عن مسألة وعن شرط إيران في رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب من أجل العودة للاتفاقية النووية. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هنا من خلال هذا التمديد هي تستعد إلى فشل المفاوضات النووية واشتعال المنطقة بالكامل وإعطاء الأوامر من الحرس الثوري الإيراني إلى فصائلها المسلحة في العراق وفي سوريا، وبالتالي الولايات المتحدة لديها الأدوات الكافية للتصدي إلى هذا السيناريو. ولكن في نفس الوقت إذا نجحت الاتفاقية النووية بحسب الشروط التي يبحث عنها إنريكي مورا ونشرتها الوول ستريت جورنال وبقي الحرس الثوري الإيراني بهذا الشكل، فأيضا الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة. ولكن إذا ما تم الاتفاق على مسألة الحرس الثوري الإيراني بأن تتم ويتم رفعه من قوائم الإرهاب مع استقرار واتفاق حول الفصائل المسلحة، فقد يعني هذا عدم تمديد حالة الطوارئ الأمريكية في الداخل العراقي على الأقل، خاصة وأن العراق يختلف وضعه عن سوريا. ولكن الأمور تبدو الأوراق مطروحة بهذا الشكل. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن الآن يشعر بضغط كبير للغاية في مسألة المفاوضات النووية. هو يريد إنهاء هذه القضية بالتي هي أحسن بالعودة إلى الاتفاقية النووية من وجهة نظره، لأن ما يجري مع روسيا هو أمر خطير للغاية. فمدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري زوغريف، هذا الرجل طبعا الذي هو طبعا قد وضع تصريحات قبل 48 ساعة من الآن، قال بصريح العبارة بأننا جاهزون الآن وبأننا إذا ما استخدمنا القنابل النووية فإننا بحاجة إلى نصف ساعة فقط 30 دقيقة فقط من أجل تدمير دول حلف الناتو. هذا كل ما تحتاجه موسكو إذا ما استخدمنا القنابل النووية، ولكن كوكب الأرض سيتعرض إلى مشكلة وسيكون هنالك وستكون هنالك مخاطرا خطيرة. وهذه التصريحات فعلا هي تزيد من طبيعة التحدي الموجود ضد الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأجمعه. نحن نتحدث الآن عن الحرب النووية، هذا الرجل يتحدث عن أمر خطير للغاية. هو أساسا جعل هذا الرجل قبل 10 أيام قبل هذه التصريحات، هذا الرجل طبعا هو أحد الجمهوريين من ولاية إلينوي في مجلس النواب الأمريكي، وهذا الرجل طبعا هو قال بصريح العبارة قبل 10 أيام بأنه يريد وضع قضية AUMF أي Authorization for Use of Military Force، سلطة تفوض الرئيس الأمريكي من أجل التصرف في قضية معينة في القضية النووية واستخدام الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. هذا الرجل طرح AUMF أساسا في مجلس النواب الأمريكي، وطبعا هو اسمه آدم كينزينجر
الذي وضع هذا القضية ووضعها في مجلس النواب من أجل التصويت عليها، وبالتالي الرئيس الأمريكي هنا في حالة أن روسيا استخدمت الأسلحة النووية يحق للرئيس الأمريكي استخدام القوة وإدخال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا، وبالتالي هي أداة ردع كبيرة جدا يبحث عنها هذا الجمهوري. ولكن في حقيقة الأمر هذا الأمر لم يصوت عليه حتى هذه اللحظة. مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، أن روسيا مع التهديدات النووية واللغة النووية التي طرحت الآن من مدير وكالة الفضاء، هي أنهم فعلا هم في مرحلة تراجع على مستوى أوديسا. ليس هنالك الكثير ميكولايف، ليس هنالك الكثير، هنالك تراجع بالنسبة لخاركيف شيئا فشيئا، حتى يوم أمس لم يعد لهم تواجد بالنسبة إلى كييف في أوكرانيا، بالنسبة طبعا إلى القوات الروسية، ولكن هم يمتلكون تقدما كبيرا يضغط كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، التي لا تريد وتحاول قدر الأمكان هي والحكومة الأوكرانية من منع القوات الروسية من السيطرة على إقليم دونباس. ولكن القوات الروسية تتقدم وتتقدم وتتقدم، وهنالك تطورا جديدا يأتي في إقليم دونباس. هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، كما تلاحظون هذه هي دانييتسك وهذه لوغانسك، وهذه الحدود الفاصلة الإدارية بين لوغانسك ودانييتسك. التطور الجديد يأتي هنا في سيفرو دانييتسك. حتى يوم أمس تطور كبير جدا بالنسبة للقوات الروسية هو قد لا يكون ولا يعتبر أخبارا جيدة للولايات المتحدة الأمريكية أو أوكرانيا بالاقتراب من هذه المنطقة، لكي نفهم ما الذي جرى مؤخرا، ما الذي فعلته القوات الروسية في هذه المنطقة بالنسبة إلى طبعا القوات الأوكرانية. فهي متواجدة كما نعلم في سيفرودانييتسك، والمشكلة تأتي هنا في باخموت وكذلك حول سيفرودانييتسك كما تحدثنا، هنا في هذه المنطقة كذلك روبزن، وأيضا في هذه المنطقة يامبل. هنا التحديات التي تأتي في هذه النقاط. المشكلة الحقيقية بالنسبة لهم أن القوات الروسية بعدما سيطرت على يامبل وكذلك شاندريلوف بهذا الاتجاه، وبدأت تضغط على هذه المدينة الموجودة بهذا الاتجاه ألا وهي ليمن، بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، بدأت تغلق الطريق الذي تعتمده القوات الأوكرانية من أجل التوجه ودعم سيفرودانييتسك، خاصة وأن السيطرة تأتي بهذا الشكل بالنسبة طبعا إلى القوات الروسية مما تبقى من لوغانسك، وكذلك بأنهم بعدما سيطرت القوات الروسية على بوبسانا هي بدأت تتقدم وبدأت تضغط على باخموت، وباخموت فيها طريق إمداد مهم جدا إلى سيفرودانييتسك. الآن القوات الروسية أمام عدة خيارات في هذه المنطقة، هي من الممكن أن تعترض هذا الطريق أو تسيطر عليه ناريا بهذا الشكل، ليس من الضرورة أن يتواجدوا على هذا الطريق، وكذلك أنهم واضح بأنهم متوجهين ومتوجهون إلى عملية محاصرة مدينة باخموت، وبالتالي قطع الطريق. لاحظ الطريق أصبح صعبا للوصول إلى سيفرودانييتسك، بل إن الأمر بالنسبة للقوات الروسية منذ فترة هم سيطروا على روبزن بهذا الاتجاه، وبدأوا الآن بعملية التفاف لم يتوقعها أحد من أجل أيضا وضع حصار آخر بهذا الاتجاه على سيفرودانييتسك داخل لوغانسك، بدلا من الاعتماد على ما يجري في دانييتسك بهذا الاتجاه. ولذلك إذا ما اقتربنا للتفاصيل الأكثر هنا لكي نرى ما الذي يجري في سيفرودانييتسك تحديدا، واقتربنا من هذه المنطقة المهمة للغاية لكي نرى كيف جرت الأمور، كيف يتم هذا الالتفاف، وكيف قامت به طبعا القوات الروسية التي نتحدث عنها بكل تأكيد. هذه هي سيفرودانييتسك التي تحدثنا عنها بهذا الاتجاه، وهنالك منطقة أخرى ألا وهي كريمينا بهذا الاتجاه، وكذلك منطقة أخرى هنا مهمة أخرى أيضا وهي بيلوريفكا. هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة إلى القوات الأوكرانية، تواجه العديد من المصاعب فيها، وبالتالي الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية بعد سيطرتها على هذه المدينة مدينة روبزن، مع حقيقة أن هنالك نهر يجب أن ننتبه إليه، هنالك نهر، هذا كله نهر الذي ترونه بهذا الشكل لكي نوضحه هنا باللون الأزرق لكم لكي تلاحظوا هذه القضية. بالنسبة إلى القوات الروسية ما تفعله وما فعلته بعد السيطرة بهذا الاتجاه، لاحظ بأن هنالك دفاعات قوية جدا من القوات الأوكرانية هي تأتي عبر النهر، هي تستخدم الدفاعات بشكل كبير جدا وكخط دفاع كبير، وبالتالي ليس من السهل عملية السيطرة على القوات الأوكرانية من هذه المنطقة، خط دفاع مهم جدا. وبالتالي القوات الروسية ما الذي فعلته الآن؟ قامت بعملية التفاف كبيرة وسيطرت على مدينة كريمينيا بهذا الاتجاه، ودفعت القوات الأوكرانية على مستوى رتلين، هذا الرتل الأول دفعت بعيدا القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه، وجاء
جاءت إلى هذا النهر الذي نتحدث عنه وخلقت وقامت بوضع جسر عائم بهذه المنطقة وتعدت هذه المنطقة ووصلت إلى بيلوريفكا بهذا الاتجاه وبدأت بعملية اشتباكات كبيرة جدا مع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. والقوات الأوكرانية حاولت من خلال طائرات وطائرة المي 29 أرسلت طائرة مي 29 من أجل عملية أو ميج 29 حاولت من عملية ضرب القوات الروسية هذا الجسر وغيرها ولكن القوات الروسية تمكنت من إسقاط هذه الطائرة تماما وتمكنت منها لأنها تستخدم الآن البوك أم 3 وهي منظومة دفاع مهمة جدا تتقدم مع القوات الروسية في دونباس كما كانت هنالك مقاطع عن نشرتها وزارة الدفاع الروسية. كل هذا موثق لدى وزارة الدفاع الأوكرانية التقدم الذي نتحدث عنه والواضح جدا أن القوات الروسية الآن مع هذا الاتفاق هي تحاول السيطرة على بيلوريفكا بهذا الاتجاه وتحاول التقدم بهذا الاتجاه من أجل خنق هذه المناطق دون التعرض إليها دون الدخول في معركة كبيرة جدا في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس إذا ما ابتعدنا قليلا الآن لنأخذ نظرة عامة من سيفرودانيتسك وهذا الالتفاف الذي نتحدث عنه بكل تأكيد فبالنسبة إلى القوات الروسية واضح جدا دعنا نسيطر على هذه المنطقة بعد سيطرتنا على كريمينيا بهذا الاتجاه لنسيطر على هذه المدن وبالتالي ستكون هنالك وسيكون هنالك تقدما كما نعلم هنالك تقدم في عدد من المناطق واحدة منها هي منطقة أوريخوفكا بهذا الاتجاه وهي تحاول بالتالي إغلاق المنطقة تماما واستمرار واعتماد عملية الحصار على سيفرودانيتسك وبالتالي النجاح في عملية إسقاطها ولذلك هنالك ضغط كبير جدا لغة باستخدام السلاح النووي تقدم على الأرض في دونباس وكذلك هنالك مشكلة حقيقية أخرى تجري معهم فيما يجري بين الصين وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية واضح بأنها تبحث لإنهاء المفاوضات النووية والاتفاقية النووية قبل فوات الأوان مع روسيا وما يجري في أوكرانيا.